وإنتاج محلي من 0.55. وهنالك البوابة الأولى اشبح سمة، تهدئة اشبح سمة داخل البوابة الأولى، السيطرة عليه، رفعت الراية. إذا مشاهدينا الكرام هنالك فتحت البوابات واندفعت هذه الأسماء على بركة الله في الشوط الخامس في الحفل العاشر مع ختام منافسات الأسبوع الخامس لسباقات المصيف مسافة 1400 متر إنتاج محلي تكافو من 0 حتى 55، قيمة الجائزة 50,000 ريال. الاندفاع يبدأ مع النافجة وكذلك محاولات التقدم من قبل بقية الأسماء المشاركة. واهج يبدأ التقدم الآن في الجهة اليسرى الآن في الصدر مع تقدم كذلك لفنتوري، تقدم فنتير تقدم من في المركز الثاني، فنتورين في المركز الثالث، محاولات التقدم ايضا من بقيه الاسماء. هنالك شدي يبدا في المركز الثالث مع محاولات غلا وطني للتقدم فيما الصداره لواهج في الصداره كما نتابع الان بوضوح في صداره هذا الشوط. يقود هذه الاسماء انتاج محلي تكافو، واهج يتقدم ذو التصنيف 55 يذهب للتحسين مع محاولات محاولات القدوم حتى الآن من غلا وطني، محاولات الوصول من بقية هذه الأسماء. فنتورين في المركز الثاني، الجميع يطارد واهج الذي صاحب الانطلاقة حتى الآن في الصدارة في المركز الأول. سعد الخوي يبدأ الزحف الآن لمطاردة المتصدر واهج في المركز الأول، 150 فقط بمستوى بنتيجة 50 متر، يوسع الفارق، حضور مميز مميز. واهج 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 مشاهدينا الكرام ينتصر في حضوره الثالث ويحقق أولى انتصاراته بعد أن خاض ثلاث مشاركات هنا في ميدان الملك خالد الفروسية. يتوج هذا المساء مع ختام الأسبوع الخامس بتحقيق المركز الأول. ألف ألف مبروك للمالك علي عبد الكريم صالح السلوم، المدرب عبد العزيز الموسى، والخيال محمد الشريمة. إذا واهج من تراب الجيج يحقق الانتصار بعد اندفاع من البوابة 13 وأخذ الصدارة ومحافظة عليها حتى خط النهاية بهذا الحضور، 8 أطوال وبزمن دقيقة و32 ثانية و57 جزء من الثانية، 8 أطوال لواهج بهذا الحضور بهذا التجهيز من عبد العزيز الموسى والقيادة الموفقة محمد شريمة. ألف ألف مبروك للمالك علي عبد الكريم صالح السلوم، فوز واهج بشوط انتاج محلي تكافو الشوط الخامس. اما الان انقل المكرمون الى زميلي متعب الشمري. متعب تفضل. شكرا سلطان، يعطيك العافية. تابعنا الشوط الخامس، نبارك العلي عبد الكريم صالح السلوم، وهذا الشعار أيضا والتهاني أيضا تنهال على الفارس الفائز محمد الشريم. نقول له ألف مبروك بفوز واهج الذي توهج في هذا السباق وحقق المركز الأول. ابن تربل جاج مبروك، وأيضا مبروك للمدرب المتألق عبد العزيز الموسى، وهذه اللقطة التذكارية مع واهج. نواف واهج وعايش شوط كاملا معكم، من يعني فرض سيطرته من انطلاقة الشوط على الرغم من يعني بوابته في الرقم 13 يعني بعيدة بعض الشيء، لأن الجواد اليوم أظهر قدرات جيدة في انطلاقة عند ناتشرال سبيد، مركز نفسه قدام، وفرض سيطرته على مجريات الشوط وقسم له الخيال محمد الشريمة، قسم يعني أداء هالجواد أو طاقته خلال مجريات السباق في محاولة منافسة أيضا من الفرس فنتورين المسار الداخلي، إلا الحصان اليوم الله يبارك فيه فرض إيقاعه وسيطرته وحط البيس اللي هو يبي وفرق، رغم أنه كان في الخانة الخارجية صحيح 13 فرق، شوف هنا طول طولين وخلها على نفس الشيء، يعني كل ما قربوا لك كل ما زاد، كل ما قربوا لك كل ما زاد. أي حصان عنده سرعة وعنده سد وقادر أنه يبدأ الشوط بهالطريقة صعب أنه ينضرب. دقيقة و32 و57، 8 أطوال صراحة. واهج اليوم العلي عبد الكريم صالح السلوم، ابن ترابل جيج، ابن الفحل العالمي جون ويست، عبد العزيز الموسى، صراحة نقول له برافو على هالترتيب وعلى هالجاهزية وعلى هالحضور، وصراحة الخيال محمد الشريمة أجاز زي ما قال أخوي نواف الدهش. معايش الخيال تم تغييره، صحيح، انتبهنا النقطة. مهدي الحبيل
مهدي الحبيل. نعم. مين؟ صراحة مهدي. اي نعم صراحة أجاد الخيال ركابية ممشى، زي ما قال أخوي نواف أنه قبل المنعطف الأخير تقريبا سيطر على الشوط، بعد المنعطف الأخير حاول يناسر حصانه مناسر ما ربش حصانه. هذه الصورة المواجهة. اي نعم. الصورة البطيئة. اي نعم. صراحة أداء أكثر من رائع مع مهدي الحبيل. اي نعم. منطقة السبق مشى فيها صح، الشعبة مشى فيها صح، وزي ما قلت انت ابو طلال واخوي نواف الدهش انه كان يعني في الخانة 13 الا انه تجاوز يعني بعده في خاصة على مسافة السرعة 1200 متر و1400 متر، جاء صراحة بكل اقتدار حط حصانه في المكان المناسب، مشى في المناسب مكان المناسب، فرق عن الخيل 8 اطوال باداء اكثر من رائع، ودقيقة 32 57. ونعيد المباركة لعلي عبد الكريم صالح السلوم ابن ترابل جيج والمدرب صراحة عبد العزيز الموسى وخياله مهدي الحبيل اللي كان اداء اكثر من رائع، رغم انه يعني صراحة كان الشوط سريع وكان الخيل اكثرها قبل المنعطف الاخير كانت سوا، بعد المنعطف الاخير صار فيه فارق وتباين في المسافات، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن اداء اكثر من رائع، ويستاهل واهج ويستاهل مالك واهج ومدربه وخيال هالفوز الجدير. طبعا هذه الصورة البطيئة والأمتار الأخيرة، نبارك مرة أخرى للخيال مهدي الحبيل الذي تألق وعاد من جديد لعالم سباقات الخيل. تصحيح المعلومة لأنه كان مسجل عبد العزيز الشريمة. صحيح محمد الشريمة. نعم محمد عفوا عبد العزيز الموسى المدرب. هالحصان اليوم على يعني انه راكض ب 62. نعم. ولا نزل له وزن. صراحة بطل يعني حصان فوق مستوى الجياد اللي معاه. نعم سعد الخوي المركز الثاني، المركز الثالث على وطني، المركز الرابع فنتورين، والمركز الخامس اشبح سماء. الوقت كما ذكر اخوي عايش دقيقة 32 57 جزء من الثانية، يعني تقريبا 8 اطوال. انا كنت مفكر ان هالحصان ينزل له يعني اليوم عليه الشريمة بينزل له 3 ولا 4 كيلو، لكن اليوم ما شاء الله عليه على الرغم من راكب 62 وقدم هالمستوى الجيد، حصان ممتاز. بارك المالكة علي السلوم وايضا المدرب الكبير عبد العزيز موسى برشيد. نعم. والخيال المهدي الحبيل نقول له عودا حميدا فله التوفيق ان شاء الله. مهدي الحبيل غاب فتره عن السباقات. صحيح. ثم عاد من جديد. صحيح. اليوم ما شاء الله يتالق. صحيح. مع واهج يعني الخيال لما يغيب ويعود في التوهج هذا يعني ما يكون الغياب اثر عليه؟ ما في شك ان الغياب عن التمارين وعن الشغل وعن حضور القلوبات وعن حضور الخيل انه راح ياثر عليه، ولكن الخيال الشاطر باذن الله يعود بسرعه باذن الله. نواف جاهزية الخيل الأسبوع الخامس في ختامه ممتازة، 10 حفلات يعني أغلبيتها ممتازة، يمكن تستثني منها اللي تشارك لأول مرة، مع أن شفنا ما شاء الله تبارك الله خيل تشارك من أول مرة وتعمل مستويات ممتازة وتكسب بعيد، فيعني أنا أشوف الحضور والجهوز الآن سواء الخيل ركضت أو الخيل اللي ما ركضت يعني في الشغل جاهزيتها ممتازة. نعم تقريبا متبقي ربع ساعة على رال كلبس. نعم سباق عريق. سباق عريق وسباق يعني زي ما قلنا من 1886 يقام هالسباق العالمي، وإن شاء الله بإذن الله مشرف بإذن الله نقدس السبق، وإن شاء الله بإذن الله يفرحنا يفرح إن شاء الله جميع الملاك السعوديين بإذن الله. كلبس اسم حصان مسمى على حصان هو. تقريبا. أنا قريت عنه. ايه نعم. اليوم مسمى على حصان. أي نعم. كتخريج ذكرى يعني للحصان. نعم. تكريم له. تكريم له حتى في سباقات فاخرة تقام في أمريكا. صحيح. الكلبس في فرنسا. في أوروبا أتوقع. في أوروبا بريطانيا. أوروبا أكثر. نعم. اليوم حتى يتحدثون عن تاريخ الحصان كيف يعني توليده وكيف بيع وكيف إنه ينحدر من سلالة، وإنه يمكن معظم 95% من خيل الثوروبريد يمكن من سلالة الحصان هذا حسب ما سمعت اليوم على الريسينج تي في. والله ممكن انا ما عندي معلومه صراحه، لكن انا عجبتني الفكره ان احنا ليش مثلا ما الخيل الاساطير عندنا نسمي عليها اشواط مهمه مثلا، فكره جميله زي الان امريكا وفرع له سباق سكرتاريه له سباق، في سباقات عالميه باسماء الخيل العالميه. صحيح برجع لكم انا لكن اذهب لارض الميدان وصالح الصمعاني هناك، يسعد مساك صالح. يبدو انه عبد العزيز الموسى وايضا الخيال العائد من جديد مهدي الحبيل، تفضل صالح. اسعد الله مساك بكل خير زميلي متعب الشمري. مشاهدينا متابعينا الكرام يقف في جانب المدرب عبد العزيز الموسى، اولا الف مبروك الانتصار ابو عبد الله. الله يبارك بعمرك يسلمك ابو علي، الف شكر يا حبيبي. شفنا واهج فيها الشوط الهانديكاب من 0 ل 55، هل ممكن انه اذا ارتفع ريته يروح مع الخيل يسوي شيء، ولا تقول هذا مستوى ابو عبد الله بكل صراحه؟ والله ادى مستوى الحقيقه اليوم، واقول ان شاء الله بيروح ابعد من المرحله دي.
بإذن الله. وأنا أشكره حقيقة مهدي حبيل ما قصر، شعب حصانه صح وصل البر الأمان. مهدي ما كنت مسجلة في البرنامج، الخيال محمد الإشرايمة طاح الحمد لله على سلامته، ليش كانت ثقتك مهدي فيها الشوط؟ أولا الحمد لله والشكر على سلامة محمد الإشرايمة. الشيء الثاني مهدي الحبيل أنا موعده ذا جنبي الرجال، قال موعده بشانس، يوم صار محمد عنده ظرف والرجال فاضي جاب الله الشانس الحمد لله من بدري، وهو يستاهل والله وكفو. ألف مبروك أبو عبد الله. مهدي غبت كثير عن الميدان، شفنا انتصارك في أول الموسم، حصل توقف، اليوم رجعت، الخيال وش يبي عشان يرجع ويكسب؟ والله يقول المثل يد واحدة ما تسفق، يعني الحصان يكمل الخيال والخيال يكمل الحصان الزين، والحمد لله رب العالمين اليوم والله جاب لي شيء زين وكسبت. بس مهدي غبت كثير. إن شاء الله يكون العودة حميدة إن شاء الله بإذن الله. وش اللي رجع الخيال؟ الخيال الزين. يعني ما في شانس؟ إن شاء الله الله يجيب الشانس بإذن الله. الله كريم، بالتوفيق يا مهدي. جميع المدربين على رأس عبد العزيز الموسى وعلى ثقتهم فيني. شكرا لك مهدي. الله يرحمه. هكذا كان اللقاء مع المدرب عبد العزيز الموسى والخيال مهدي حبيل. سريعا الاستوديو التحليلي والزميل متعب الشمري. شكرا صالح. من صالح إلى هيفا أيضا في مكان آخر من ميدان الملك خالد بن عبد العزيز للفروسية، ندب هناك.